ما كنتش أتوقع بأنني غادي نربح. كانت مباراة صعيبة، كنت ألعب مع بطل العالم اللي بدأ تروسيا مصنف أول عالميا، عنده عدة نقاط فيتني بزافة، إلا بغينا نديرو من نقاط ما بيني وبين الإيراني فرق كبير، ولكن ربي وفقني عطاوني فرصة المغرب. لعب الإقصائيات، كنت لعبت أمور إقصائيات، كانوا نتائج سيئة جدا ديما تخسر، ولكن لقيت مآمن بالفرص ديالي بأنني تفكرك الأولمبيات وخاصة تخسر في دوريات أمور الإقصائيات ما كنتش ندعي عليهم، كان عليا ضغط وكانوا بزاف ما بغاوش يلعب، حتى واحد ما بغاش يلعب، حتى واحد 90% تقريبا ما كانوش عوالين باش يلعب، أنا كان يلعب وحد آخر. الحمد لله بقيت نتقاتل باش أنا اللي نلعب، قلت لهم أنا اللي غادي ندير النتيجة، الحمد لله عطاوني فرصة أخرى ومشيت وربي ما خيبنيش وربحت الحمد لله. المباراة اللي جاية إن شاء الله تكون صعيبة مع الهلال الصيني، إن شاء الله ندير كل مجهد إن شاء الله باش هي ندوز هاد المباراة إن شاء الله. باغي نجيب ميدالية، أنا كنحلم باش نجيب ميدالية أولمبية إن شاء الله نجيب ميدالية. صافي كنت خاطر 3-1 يمكن عندي منتصر، ممكن عندي حتى حاجة ما خسر، وخا نضرب الراس ما عنديش شي حاجة اللي نخسرها، حتى ثانية وكذا، يعني غامرت بأنني نجيب 3 نقاط، إما غادي نربح إما غادي تزيد تماركة ديال النقاط. الحمد لله بسم الله وزدت وربي ما خيبنيش.